تخرج في غد أمس الثلاثاء 400 شرطي من مختلف التخصصات الأمنية مثل السلامة الوطنية والمباحث العامة والشرطة السياحية والآثار ومكافحة الجريمة، وأشرف على تدريبهم اللجنة الخامسة التابعة لإدارة تدريب وزارة الداخلية. هذا وشهدت ساحة تسيلي بمنطقة غد تخريج الدفعة، وأقيم احتفال رسمي وشعبي بالمناسبة. وفي تصريحات خاصة لبوابة الوسط، قال مدير أمن غات العقيد المدني مرتضى اليوم الأربعاء إنه سيفتح الفترة المقبلة باب القبول للمتقدمين لتخريج 250 شخصاً. وحضر حفل التخريج عميد البلدية المكلف طاهر محمد علي وعضو المجلس البلدي رمضان علي عبد النبي والعقيد المدني مرتضى مدير مديرية أمن غات وإبراهيم أخي رئيس حكماء منطقة غات وعدد من ضباط الشرطة والجيش ومدير الأجهزة الأمنية والقطاعات المدنية بمنطقة غات وعائلة الخريجين إضافة إلى عدد من أهالي منطقة عوانات وتهالة. وقدم الخريجون عروضا أمام الحضور عن المهارات التي تعلموها أثناء فترة تدريبهم بمختلف التخصصات. للمزيد دائما زوروا موقعنا الوسط.ly.